البطوله دي فكره وليده كنا فيها مع مهندس نجيب بعد بطوله افريقيا الناس كلها انبهرت بالتنظيم اللي احنا قدرنا نعمله وبعد ما فعلا منتخب اليد اخذ كاس العالم فبتدينا نفكر طب ازاي نعمل زي منتخب اليد ويبقى عندنا فرق صغيره نعدها من بدري عشان خاطر تقدر في يوم من الايام تنافس على بطولات دوليه زي اللي حصل مع منتخب اليد فاللي حصل ابتدينا فكرنا فكره المشروع ده عملنا ملعب على اعلى مستوى بلاي ماستر نفس الملعب اللي اتعمل نفس الشركه اللي نفذت استاد القاهره هو نفس الملعب الموجود هناك في زيت بار وابتدينا دعينا الفرق كلها 8 فرق من اوروبا جم كلهم الحمد لله وحطينا معهم 4 فرق من مصر عشان يبقى ايه الولايات تبتدي تشوف التجهيزات وتشوف تبتدي تخش في احتكاك من سن صغير عشان لما تكبر تبقاش مثلا الولد هو عنده 17 سنه يبقى اول مره في حياته يسافر انت عندك جيل ما حصلش في اللي هو جيل 2007 واحنا بنحاول نلفت نظر المسؤولين وفي كل حد ان يا جماعه عندنا في مصر مواهب غير طبيعيه في الجيل ده في كل الانديه الجيل ده هو اللي احنا شايفين ان هو في خلال 4 سنين الجايين هو اللي يقدر ينافس على البطولات فانت لازم تعد من هو صغير في السن ده هو اللي بتقدر تعده بدنيا ونفسيا و إداريا عشان يقدر لما يكبر شوية أساسا عند 17 سنة يقدر يحترف.